السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم عندنا شرح القطعة الثالثة لمادة القراءة لقسم اللغة الإنجليزية المرحلة الثانية. القطعة هي تحت عنوان Your negative attitude can hurt your career، بمعنى أن انطباعك السيء من الممكن أن يؤثر سلبا على مسيرة عملك أو على مهنتك. الباراجراف الأول In any situation, a cafe, the subway, a movie theater, you don't want to be that guy or girl. في أي موقف معين، سواء في الكافيه أو في مترو الأنفاق أو في قاعة المسرح، أنت لا ترغب أن تكون ذلك الشخص. There is no strict definition of what it means to be that person, but usually it refers to the person who stands out for all the wrong reasons. غالبا ما كفر التعريف معين ومحدد لماهية ذلك الشخص، من ممكن يكون الشخص المقصود. strict هنا كلمة strict يعني تجي accurate و precise أيضا بمعنى دقيق، فماكو تعريف دقيق عن ماهية ذلك الشخص، لكنه عادة ما يشير إلى الشخص اللي يبرز من ناحية اتخاذ القرارات الخاطئة أو من ناحية الدوافع الخاطئة. stands out هنا بمعنى emerge أو jut يعني يبرز، تمام؟ وreason هنا تجي بمعنى دوافع أو فكرة مجردة. الباراجراف الثاني In a cafe, it's the guy who won't stop hitting on you. Hitting on you هنا تجي بمعنى يحاول أن يقترب من الشخص. إذا تنزون هنا للهامش تلاحظون trying to talk to you because he's attracted to you. شخص اللي دائما يحاول أن يقترب إليك أو يكلمك لأنه هو منجذب إليك، منجذب تجاهك، لكنه يحاول إلى درجة الإزعاج. فبالنسبة للكافي ممكن يكون هذا هو الشخص المقصود، تمام؟ In the subway, it's the woman who eats a cheeseburger and fries, filling the entire car with an onion aroma. أما فيما يتعلق بالنسبة للسبوي اللي هو المترو الأنفاق أو النفق، ممكن تكون هي الإمرأة اللي تأكل التشيزبرجر والمقليات وتملأ كل جو السيارة برائحة البصل. أروما هنا مثل ما تشوفون الكلمة هذه A pleasant smell that is easy to notice، مثل The aroma of fresh coffee. The aroma of fresh coffee يعني أروما هو تجي بمعنى رائحة، لكن رائحة الطيبة الزكية اللي تلاقي استحسان المقابل، مثل ما هو ضرب مثال بالكافي، رائحة الكافي، لكنه هو مستخدمها للأونيون البصل لدافع السخرية لا غير، يعني لسخرية الموقف. يعني امرأة إذا تأكل تشيز برجر وتارسة جو السيارة برائحة البصل، فلذلك هو مخلي أروما للسخرية لا غير. At the movies, it's the patron who leaves her cell phone ringer on. أما فيما يتعلق بقاعة المسرح، ممكن يكون الشخص الذي يتابع حالة حال بقية الأشخاص المتابعين، يتابع الفيلم ومخلي الموبايل مالته ناطق، يعني على وضع الناطق، دائما ما يدق ويزعج المتابعين. patron هنا هذه الكلمة A person who uses a particular shop, restaurant, etc. يعني الشخص اللي شلون على قولتنا نقول عليه معميل مثلا، يعني دائما ما يتجه لمركز معين، كان يكون يعني مركز تسوقي أو مثلا مطعم أو مركز ثقافي مثل قاعة المسرح، فيتجه إلها. فهنا نقول بها طبعا معاني أخرى، يعني بها a person who gives money and supports artists and writers، شخص اللي يتبرع بالأموال حتى يساند الكتاب والفنانين، و famous person who supports an organization such as a charity and whose name is used in advertisements، والشخص اللي ممكن أنه يعني يساند المنظمات الأعمال الخيرية ويكون اسمه مستعمل بالإعلانات. لكن المعنى اللي يهمنا هو معنى نقول الزبون تعبير، تمام؟ patron، الزبون اللي
يتواجد بالمسرح أو بقاعة الأفلام. يقول wherever you are you don't want to be that person. وين ما تكون فأنت ما تحب أنه تكون ذلك الشخص, especially at work, وخصوصا في العمل. Of course at work you will find plenty of bad traits. يعني في العمل ممكن أنه تجد كثير من الـ plenty of, هنا كثيرا من بمعنى كثيرا من, عفوا bad traits. bad traits, traits يعني فرد خاصية معينة, فرد صفة تتعلق بالشخص. هنا مثل ما تشوفون a particular quality and personality, يعني فرد خاصية أو فرد صفة معينة تتواجد بشخصية الإنسان, فممكن أنه يشوفوها بالعمل. the gossip, the chronically tardy person, the kiss up, and everyone else you try to avoid. يعني ممكن أنه تجد الغوسب هنا الثرثار أو الثرثرة اللي هي informal talk or stories about other people's private lives that may be unkind or not true. يعني ثرثرة, الكلام عن حياة الناس الشخصية اللي ممكن تكون غير صحيحة وغير ودودة. وتاردي هنا, تاردي اللي هي slow to act, move or happen, late in happening or arriving. فممكن نشوف الثرثار في العمل, وممكن نشوف الشخص اللي بطيء في أداء أعماله أو في كلامه زين, ممكن نشوف الشخص اللي هو kiss up, طبعا هو مرقمة هاي رقم 2 اللي إذا تروحون للهامش رقم 2 kiss up someone who is especially friendly to the boss in the hope of receiving special treatment. الشخص اللي دائما ما يحاول انه يكون قريب من المدير تمام, على امل انه يحصل فرد مكافأة او يلاقى استحسان. يعني بتعبيرنا الدارج لوقي, الشخص هذا هو بمعنى لوقي كسب تمام, او تودي. تودي ايضا هذا يكون مرادفة ممكن إله, لكن هو الأكثر شيوعا هذا كسب. And everyone else you try to avoid, وأي شخص آخر ممكن أنه تتجنبه. هذا في على صعيد العمل طبعا ده يحكي. Perhaps the one type that you want to avoid, الشخص اللي ممكن أنه أنت تريد أنه تتجنبه, hanging around and being more than any other is the negative person. يعني الشخص اللي تحاول انه تتجنبه ممكن يكون قربك, انه يتجول قربك وتحاول اكثر من اي شخص اخر انه تتجنبه انت, فهو يكون الشخص السلبي negative person. ممكن يكون هذا الشخص اللي يحمل هيك صفات يكون the negative person, الشخص السلبي في اطار العمل. the negative person hates everything, الشخص السلبي يكره اي شيء. Every task is too lovely. Every task is too lovely. Every meeting lasts too long. Every coworker is too dumb. هذا الشخص يعني عنده بالنسبة له كل مهمة هي بطيئة جدا وثقيلة جدا, وكل meeting كل اجتماع يستمر لفترة طويلة جدا أيضا, وكل coworker يعني كل زميلة في العمل أو زملاء في العمل هما يعني أغبياء أو قليلين الفهم أو ما يحسنون التصرف. ناري, a word passes through his or her lips that's not dripping with sarcasm. ناري هنا هذا التعبير, شوفوا رقم 3 ناري, لاحظوا not one معناته تمام, يعني ولا كلمة تخرج من شفاها أو من شفتيها وما تكون شنو, ما تكون dripping with sarcasm. dripping يعني شلون كان ما نقول تمتمة, يعني تتمتم بالساركازم, تتمتم عفوا بالسخرية, يعني أي شخص ما يعجبه. فكل ماكو كلمة تخرج من فمه أو من فمها إذا ما تكون تحمل معنى السخرية أو تمتمة السخرية dripping تمام.
If you realize that you are this furrow browed, if you realize that you are this furrow browed employee, the chorus of sighs and complaints accented with eye rolls will earn you the worst reputation of everyone. هنا عندنا تعبير الـ furrow browed. هذا التعبير هذا معناته شلون تقول معبس وجهه يعني مقطب جبينه. لاحظوا هنا frown يعني معبس او scowl تمام. فهذا قالوا له هذا ايضا مرقمه هو اسفل الصفحه furrow browed معناته always frowning and looking unhappy دائما ما معبس يعني غير سعيد. فإذا أنت تدرك أنه أنت من هالنوع هذا دائما يعني if you realize that you are this furrow browed employee أنت موظف من هالنوع هذا معبس. الدور بعدين شنو يوصف حالات اللي شون هو ممكن يكون يعني مقطب وجهه بيها. The chorus هنا بمعنى يعني لاحظوا هنا مثل ما موضح في القطعة the sound of a lot of people expressing approval or disapproval at the same time. Chorus هنا مجموعة أصوات of size من التنهد تمام. شايفين واحد يعني شلون يأفف يعني على قولتنا نقول. فدائما يصدر مجموعة أصوات من التنهد والشكاوى و accented with eye rolls. Eye rolls هنا شلون خنزر بقولتنا تمام. هنا لاحظوا هاي الاكسنتد اول شيء الاكسنتد معناه spoken with particular emphasis يعني يستخدم الاي رولز اللي هو causing somebody to roll his eyes usually because they are annoyed يعني roll his eyes معناته انه يعني بصريح العباره يخنزر شلون يباعد حواجبه أو يقاربهن. فبهالطريقة بهالحالة هاي نقول له يخنزر يعني فيشكو دائما ويأكد هاي الشكوى عن طريق التغيير تعابير وجهه تمام. will earn you يقول هذا الشيء راح يخلي يعني راح يسبب أنه أنت تكتسب يعني أسوأ سمعة the worst reputation. يقول كل هذا يعني if you realize that you are this furrow browed employee إذا تدرك أنه أنت من هالنوع هذا الموظفين النوع اللي معبس الوجه مقطب الجبين the chorus of sighs and complaints يعني مجموعة من أصوات يعني التشكي والتنهد accented with eye rolls اللي دائما ما تكون واضحة عن طريق تقطيب الجبين will earn you the worst reputation of everyone يعني راح تنطيك هذا أسوأ سمعة فيما يتعلق بمجال العمل. And whether or not you are aware your boss will notice too وسواء كنت أنت أو أنت غير يعني واعية لهذا الشيء فالمدير مالتك راح يلاحظ هذا أيضا. زين المقطع اللي بعده first impressions count يعني هذا يقول انه الانطباع الاول دائما ما يكون له دوره يعني count بمعنى انه مهم يعني انه ياخذ دوره على نطاق العمل. One reason interviews cause job seekers too much anxiety is the need to make a favorable first impression. واحد من الأسباب اللي بسببها يعني عن طريقها الأشخاص الباحثين عن العمل تسبب لهم فرد قلق anxiety هنا concern or worry. زين فواحد من أهم الأسباب اللي تدعو للقلق بالنسبة للباحثين عن العمل job seekers is the need to
to make a favorable first impression. هو حاجتهم لأنه يعني يسوون فرد انطباع أول بالنسبة للانترفيو، انطباع أول جيد يعني محبب، فرد انطباع أول جيد بالنسبة للمقابلة. لذلك أغلب اللي يدورون على عمل أو اللي يبحثون على عمل يقلقهم هذا الشيء، أنه لازم يبرزون فرد انطباع أولي بالنسبة للمقابلين. Although qualifications make up the bulk of hiring decision، رغم أنه المؤهلات يعني تشكل أغلب يعني أغلب الجزء الأكبر من اتخاذ القرار بالنسبة لتعيين هؤلاء الأشخاص الباحثين عن عمل. bulk هنا bulk نقول عليه the main part of something، الجزء الأساسي لشيء ما. فرغم أن المؤهلات هي شكل الجزء الأساسي للقبول أو للتوظيف، employers are also looking at the kind of attitude you display to determine whether or not you would be an asset to the organization. الموظفين، الشخص الموظف مسؤول عن توظيفك، أيضا ينظر إلى شنو؟ إلى نوع الانطباع اللي ممكن أنت تعرضه حتى يقرر شنو؟ يقرر سواء فيما إذا يعينك يعني تكون جزء من المنظمة مالتهم. asset هنا مثل ما تلاحظون asset، a person or thing that is valuable or useful to somebody or something، يعني ممكن تكون عنصر مفيد أو لا بالنسبة لمنظمتهم. determine هنا decide يعني يقرر. فأيضا هذا شنو؟ هذا شيء شيء يعني مفيد، أنه الشخص اللي يوظفك أيضا ينظر إلى نوع الاتيتيود، نوع الانطباع مالتك اللي تعرضه أنت حتى يقرر فيما إذا كنت ممكن تكون فرد عنصر مفيد في مجموعتهم أو في منظمتهم أو لا. لورين ميليغان، host of business radio show Living the Dream، advises job seekers to temper any negativity they have involving their previous jobs. وحدة اسمها لورين ميليغان، هاي يعني مضيفة إذاعة إخبارية أو إذاعة إعلامية، تمام، تتعلق بالمال والأعمال، أو مقدمة إذاعة. هذه شنو؟ طبعا أكو برنامج هذا اسمه Living the Dream. فهي هذا الشخص اللي هي لورين ميليغان، هي تشتغل مقدمة بهاي الإذاعة بالنسبة للبرنامج اللي اسمه Living the Dream، يعني عيش الحلم. هذه تنصح advices job seek، تنصح الباحثين عن العمل أنه يحسنون من سلبيتهم يعني، أو يقللون من سلبيتهم. هنا temper لاحظون mitigate moderate amend، يعني نقول يحسنون من السلبية negativity، السلبية اللي موجودة عندهم بالنسبة لوظائفهم السابقة، تمام، بالنسبة لوظائفهم. حتى من يجون يقدمون على العمل الجديد، ما ينعكس هذا الشيء على مقابلاتهم وعلى عملهم المستقبلي.